طيب انت طبعا عايشه قصه حب جميله جدا مع الكساندر وانا بحب جدا علاقتكم. تسلمي. ويعني الله اكبر ما شاء الله. بس هي فيها مشكله صغيره او تحدي صغير. الجغرافيا. يعني بسيطه يعني مش مشكله. قبل ما اسال سؤالي، بقالكم قد ايه ما شفتوش بعض؟ من اسبوعين. لا بصي، من اسبوعين بس شفتوا يوم يا عمري او رجع يسافر يعني. طيب ماشي. انا بحس تعتبر شوفه. ايه تعتبر شوفه؟ ايه شو مين ايه يعني تعتبر ان انا شفته يعني يوم واحد؟ لا خالص، حرام. انا اشوف ايه عادي. طيب انا بحس انه طبعا في تحديات قويه جدا ان انتوا مش بتشوفوا بعض كتير. صح. انت بتحسي حقيقي ايه اصعب تحديات؟ هو اني انا وياه مش يعني انه احنا محافظين على هاي العلاقه برغم البعد. يعني انا كانت لما بديت انا والكس كعلاقه كان هو مضطر يكون بامريكا وانا كنت مضطره اكون وين ما انا عايشه. لما ارتبطنا تزوجنا صرنا نقدر متفقين نعيش باي بلد، بس اتفقنا انه انا وياه لازم ننجح. ونجاحه نجاحي ونجاحي نجاحه، واحنا تزوجنا بعز نجاحنا وبعز طاقتنا بالعمل والشغل. فقلت له عشان انا وياك ننجح كزوجين لازم انه اساعدك انه انت تعيش طموحك وتساعدني اعيش طموحي واحلامي. وهذا اللي صار. بيصعب كل شويه الموضوع؟ بيصعب عشان تخافين على البرود اللي ممكن يحصل والجفل اللي يصير بيناتكم. صحيح. من البعد، خاصة إنه العلاقة الزوجية يعني هي فيها تفاصيل كثيرة. 100% هي أصلاً عبارة عن مجموعة من التفاصيل. صحيح. تبدأ من صباح الخير لكيف الحال، للجلسة على الفطور، لا المشورة مشاكل البيت، لا مشاهدة موفي، يعني أشياء كثيرة. فالتفاصيل هذه ما هي موجودة في علاقة. عايشيها لايف بالتليفون. لا تتصور إنه يكفي؟ هو تقنعيني إنه يكفي. يعني أنا بحاول أقنع نفسي تكفي، لأنه إحنا يعني مضطرين بالوقت الحالي إنه نكمل هيك. إلين متى؟ إلين ما. ما هو أنت ما شاء الله قبل شوي تقولين كل واحد منا اللي لازم يساعد الثاني على النجاحات. طب النجاحات ما زالت مستمرة. ما نشبع، ما أدري إلين متى النجاح. إلين متى؟ ما أعرف. إلين ما يمكن إلين ما الله يرزقنا بطفل، يمكن حتى يحسسنا بالمسؤولية إنه أنتوا لازم تكونوا مسوية حتى تتربون هذا الطفل ببيت صحي، أب وأم موجودين دائما. صحيح. ممكن إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.